بيونغ سو يعود أساسيا بهذه المباراة بعد أن غاب عن التشكيل الأساسي بالمباراة الماضية. توماس دول يا ما جاب يو بيونغ سو أساسي، يا ما طلعه ويا ما رجع بهذه المباراة، ويو بيونغ سو هو حل بالنسبة لتوماس دول بهذه المباراة بعد أن غيبه في لقاء الشباب. ولا شك أن اختياره ربما يعود لأنه قد زار شباك التعاون مرتين في لقاء الهلال أمام التعاون في دورة الرياض الودية الدولية. على كل حال الآن الهلال ينطلق بكرة من ماجد المرشدي، ملعوبة سريعة إلى يو بيونغ سو، والكرة مرت إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية إلى ركلة ركنية أولى للهلال، ولم تمضي حتى دقيقة في شوط المباراة الأول الهلال يحصل على ضربة زاوية على ركلة ركنية موجودة عند الشلوب. توماس دول على الصورة يراقب الموقف، الرجل الذي لا يرضى عن جمهور الهلال في الجولتين الأولى ينشد الرضا من هذه المباراة. يو بيونغ سو تداخل مع الكرة الماضية الفريدي، مرر كرة إلى الجهة اليمين إلى محمد الشلهوب، الشلهوب بعرضية ممتازة، وثم الثريان المبدع المتميز الرائع فهد الثريان انقطع الكرة الماضية بقبضة يد أبعد الكرة إلى محاولة موجودة. يا سلام أحمد الفريدي بكل ثقة أخذ الكرة الماضية ثم تمريرة بالخطأ على طول معادة إلى الخلف من محمد القرني، جاءت التمريرة الخاطئة الماضية إلى رمية جانبية موجودة في مصلحة التعاون. أخيرا يو بيونغ سو وأحمد الفريدي اتفق على أن يكون أساسيين في مباراة واحدة إلى جانب الهلال. الرمية الجانبية على الجهة اليمنى إذن لمصلحة التعاون عند سلطان اليامي، اللعب القادم من فريق القادسية إلى كرة مبعدة لخارج أرض الملعب من عبد الله الزوري. الزوري في مباراتين على التوالي أخرج مدرب الهلال مع بداية شوط المباراة الثاني. في هذه المباراة الزوري ينتظر أن يشهد رضا من جانب مدرب الفريق الهلالي السيد توماس دول. إبراهيم شراحيلي عند ضربة المرمى الآن في مصلحة الهلال. إبراهيم شراحيلي يلعب ضربة المرمى، الحارس الذي تعود على هذا الملعب حينما كان حارس إلى جانب نادي الرائد. إبراهيم شراحيلي عند ضربة مرمى حينما كان معارض طبعا لنادي الرائد. ماجد المرشد يحصل على كرة، ماجد المرشد الأخبار تقول أن ابن عمه انتقل إلى رحمة الله ليلة البارحة، تعازينا لماجد المرشدي ولذوي الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته. الكرة للتعاون إلى الجهة اليسار لمحاولة موجودة، أسامة هوساوي تدخل فيها وطلع الكرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. الرمية الجانبية بالجهة اليمين إلى أسامة هوساوي، هوساوي يعطي كرة إلى أحمد الفريدي بوسط الملعب، الفريدي توزيع اللعب إلى الجهة اليسار إلى عبد الله الزوري، الزوري ياخذ كرة مباشرة ملعوبة إلى يوسف العربي، العربي في محاولة مرور والتمريرة إلى عبد الله الزوري ثم مرة ثانية العربي على الجهة اليسار يلعب كرة عرضية، المتابعة موجودة وأيضا متابعة أهم من حكم المباراة الذي كان قريب من اللقطة الماضية وأشار إلى وجود ضربة مرمى الآن لمصلحة التعاون وتحديدا عند حارس المميز فهد الثريان الذي بعد تصديه لضربة جزاء بديربي القصيم في مباراة الموسم الماضي أمام طلال المشعل أخذ زخم إعلامي كبير جدا، أخذ وهج عالي جدا عند جماهير التعاون، لذلك الثنيان يجد مكانه الآن ومنصبه كحارس أساسي يدافع عن ألوان التعاون، وهو الحارس الذي نال على جائزة أفضل لاعب في المباراة الماضية للتعاون. كرة فيها صافرة، التدخل من حكم المباراة أعطى مخالفة ضربة حرة مباشرة بوسط الملعب لمصلحة التعاون. المخالفة ملعوبة من شاكر رجيب مدرب التعاون الذي أشار إلى أنه يواجه طبعا صعوبات على مستوى خط الدفاع، لكنه أكد على أنه قادر على حل مشكلة الدفاع في هذه المباراة، على أن يواجه الهلال بكامل قوته وأنه يبحث عن النقاط الثلاث من أمام الهلال، حتى وإن كان قد تعرف على قوة الهلال لكنه أشار إلى أنه حريص جدا على تحقيق النقاط في هذه المباراة. كرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الهلال وتحديدا عند عبدالله الزوري على الجهة اليسار. اليوم الملعب تقريبا مزين بالألوان الخضراء بعمل كبير جدا من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة القصيم وكذلك جهودات نادي التعاون. كرة ملعوبة الآن في وسط الملعب لمصلحة الهلال عند سلمان الفرج، سلمان الفرج الذي كان أمس الأول موجود مع المنتخب السعودي في مواجهة المنتخب الأولمبي القطري في تصفيات أولمبياد لندن.
كرة اللعب من أسامة حوساوي إلى الجهة اليمين إلى تمريرة ممتازة واصلة على طول إلى يوب يونغ سو. يوب يونغ سو محاولة مرور، الكرة ما زالت معه إلى صافرة مخالفة، ضربة حرة مباشرة. خمس دقائق ممتازة جدا حتى الآن في الشوط الأول من المباراة. هذه المحاولة الماضية ليوب يونغ سو والتدخل والصافرة والخطأ والضربة الحرة المباشرة على أحمد الحربي. كرة مباشرة إذا لمصلحة الهلال. السيد الفنيطل يشير إلى أن تنفيذ الكرة الثابتة مع الصافرة. ضربة حرة مباشرة إذن. انتظار لتنفيذ الكرة الثابتة. المخالفة الموجودة في مصلحة الهلال. التحرك بمنطقة الجزاء الآن. التحرك من لاعبين الهلال والكرة الثابتة عند محمد الشلهوب. والصافرة إلى الآن لم تأتي من حكم المباراة لإعطاء الإذن في التنفيذ. بل أن الحوار كان موجود في منطقة الجزاء مع المدافعين من التعاون من جانب السيد عبد العزيز الفنيطل. الشلهوب يلعب كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء إلى صافرة. مخالفة موجودة على الهلال وبالتالي الكرة الثابتة تتحول لمصلحة التعاون. كرة ثابتة تتحول في مصلحة التعاون. أولى مباريات الجولة الثالثة كانت الاتفاق الاتحاد في مباراة استطاع أن ينتصر فيها الاتفاق بهدف دون مقابل، في حين أيضا من المباريات الفيصلي النصر ليلة البارحة في المجمعة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. الرائد يتعادل مع الفتح. الشباب ينتصر على القادسية بهدف وحيد في مباراة على ملعب الملك فهد ليلة البارحة. كرة اللعب للأمام إلى راسية من ماجد المرشدي. التدخل من المرشدي بكرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. رمية جانبية على الجهة اليمين في صالح سلطان اليامي. سلطان اليامي نفذ الرمية الجانبية إلى كرة اللعب لصالح الهلال إلى الأمام من جانب التعاون عند عماد حنتول. عماد وسلطان اليامي وكرة مقطوعة في الهواء بين الفريقين إلى أن استقرت الآن في صالح ميخيم ميلي الذي يلعب أول مباراة كأساسي. أول مباراة يشارك فيها أساسياً ميخيم ميلي، اللاعب المميز الذي كان مميزاً العام الماضي إلى جانب الفيصلي إلى أن حصل على توقيعه فريق التعاون في هذا الموسم. ميخيم ميلي رغم تميزه لم يشفع له إلى أن يكون أساسياً في المباراتين الماضية، إلى أن ظهر أساسي بهذه المباراة ميخيم ميلي بعد موسم رائع أمضاه الموسم الماضي مع الفيصلي. سجل 14 هدف مع الفريق وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره غريبا بالنسبة لميخيم، على اعتبار أنه سبق أن فاز بلقب الهداف بالدوري الألباني في 2009 حينما سجل 22 هدف. محمد الشلو إلى أحمد الفريدي. الفريدي يلعب كرة ساقطة ممتازة للعربي والرأسية من يوسف العربي إلى خارج أرض الملعب. إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. محاولة ممتازة. شوف العرضية مرة ثانية إلى يوسف العربي والعربي براسية طالت العارضة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى موجودة عند فهد ثريان. إذا راسية العربي تثير المدرج الأزرق. تثير المدرج الأزرق الذي يحيي العربي على الكرة الماضية. يوسف العربي إذن صاحب أول الفرص الحقيقية بالمباراة والكرة كانت إلى خارج أرض الملعب وملعوب الكرة منقولة إلى وسط الملعب لصافرة مخالفة موجودة. ضربة حرة مباشرة في مصلحة التعاون. ضربة حرة مباشرة لمصلحة التعاون بوسط الملعب. المخالفة إذن بالوسط انتظار لتنفيذ الكرة الثابتة. التعاون يغيب عنها في هذه المواجهة للتركي بسبب البطاقة الحمراء في المباراة الماضية. ماجد المرشدي لعب كرة طويلة إلى يوب يونغ سو. ظروف متشابهة للفريقين. لاعب من كل الفريقين دال على بطاقة حمراء بالجولة الماضية. ثلاث نقاط فقط حققت من جولتين من أصل ست نقاط. بالتالي الكل يطمع في تحقيق الانتصار أمام الآخر في هذه المباراة. في مباراة تحسين المراكز على اعتبار أنه في بداية الدوري والمراكز متأخرة بالنسبة للفريقين. الهلال الذي يحل بالمرتبة الثامنة لكن الأمور ما زالت مبكرة جدا. الهلال بطل الدوري في المرتبة الثامنة يدخل هذه المباراة في الجولة الثالثة لمسابقة دوري زين السعودي. الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية.
رمية جانبية في أطراف الدقيقة العاشرة بزمن شوط المباراة الأول، والكرة إلى ماجد المرشدي. المرشدي لعب كرة ساقطة بوسط الملعب بحثا عن أحمد الفريدي، ما وجد الفريدي، وجاءت الرأسية من يوبيونغ سو للفريدي، لكن الفريدي مرر كرة مقطوعة في صالح التعاون على الجهة اليسار. انطلاقة تعاونية الآن من الجهة اليسرى، التمريرة ملعوبة على طول سريعة، البحث عن زميل بكرة ساقطة داخل المنطقة، مرت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند إبراهيم شراحيلي. مرت لخارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى عند إبراهيم شراحيلي. على الصورة السيد فلورين، وفي الجانب الآخر توماس دول. توماس دول، ومن الجانب الآخر في التعاون فلورين، اللاعب الذي أول مدرب الذي سبق أن كان لاعبا في رابيد بوخارست برومانيا، والرجل الوحيد الذي يحمل شهادة الدكتوراه بالتعليم الرياضي من بين مدربين هنا في السعودية، الذي كان بالأصل مساعدا للسيد موتيسكو في الموسم الماضي، وحينما جاء في منتصف الموسم الماضي بديلا للسيد موتيسكو بدون شك حقق نتائج مميزة، على اعتبار أنه قاد الفريق في 11 مباراة، حقق 6 انتصارات 4 تعادلات وخسارة وحيدة كانت أمام الاتفاق. كرة اللعب للأمام في صالح التعاون على الجهة اليمنى. حنتول يلعب كرة عرضية، ماجد المرشدي تابع الكرة لمحمد الشلهوب. الشلهوب على طول مقطوعة، كرة الشلهوب المحاولة الماضية مقطوعة من صلاح الدين عقال. صلاح الدين عقال المميز، المغربي المميز صلاح الدين عقال، بلا شك بأنه مكسب بالنسبة للتعاون بهذا العام. التعاون خطف في هذا العام من منافس التقليد الرائد، كما خطف قبل ذلك أحمد الحربي. أحمد الفريدي الآن يلعب كرة وتمريرة بوسط الملعب من القرني، مقطوع الكرة للتعاون إلى الأمام في وسط الملعب إلى أسامة هوساوي. للقرني من جديد، القرني يضع كرة لعبدالله الزوري الذي يحل بعض الإشكاليات. القرني في منطقة الارتكاز، عادل هرماش ما زال يغيب حتى الجولة الثالثة، وسوف يغيب أيضا عن الجولة الرابعة إلى أن يكون حاضرا والله أعلم في الجولة الخامسة، بحسب حديثه الشخصي أنه قد يكون حاضرا في مباراة الفيصلي بالجولة الخامسة عادل هرماش. إذا غياب عن 4 جولات، أول 4 جولات في مسابقة دوري زين بعد الإصابة المفاجئة بالنسبة للهلاليين مع انطلاقة الموسم. الشلهوب إلى المرشدي، استدارة ومرور من أحمد الفريدي، مخالفة ملعوبة سريعة إلى يوبيونغ سو. يوبيونغ سو تمريرة طويلة إلى الأمام، ذهبت سريعة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. كرة إلى خارج أرض الملعب، إذا الرمية جانبية موجودة على الجهة اليسرى في صالح التعاون. من الجهة اليسار ملعوبة الكرة ساقطة إلى ميخين ميميلي، مقطوعة كرة ميخين في صالح الهلال عند عبدالله الزوري. الهلال بالأمس صغار الهلال تفوقوا على صغار التعاون، واليوم مواجهة الكبار بعد لقاء الصغار يوم أمس، اليوم من يفوز من الكبار؟ ماجد المرشدي هل يؤكد كبار الهلال ما فعلوا بالأمس صغار بالتعاون، أو أن كبار التعاون يثأرون لصغارهم؟ هذه كرة ملعوبة الآن ساقطة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى، إلى ضربة مرمى في صالح التعاون. مباراة ممتازة على الصعيد الجماهيري، لكن في أرضية الملعب حتى الآن لم نشهد فيها المفيد. فلورين مدرب التعاون، السيد فلورين، الرجل هذا راعي مكاشيت، الرجل اللي يحث لاعبينا على المكشات، وحثهم طبعا على 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 الرحلات، واول المرافقين هو فلورين في الرحلات. السيد فلورين الذي يبدو انه مستمتع بالاجواء القصيميه، الرجل الذي كان له مفارقة عجيبة جدا في يوم من الأيام، لكن هذه المفارقة نقول بعد الكرة الموجودة عند صلاح الدين عقال، ثم بعد أيضا تصويبة ملعوبة إلى خارج أرض الملعب من حنتون. فلورين طبعا إكمال الحديث على السريع، الرجل جاء لنادي الجهرة كمساعد لموتيسكو، وبعد أن أقصي موتيسكو جورجي موتيسكو، فلورين كان في نقص لاعب
في فريق الجهرة، وتم الاستعانة فيه كلاعب والتعاقد معه كلاعب في ذي في في ذيك الفترة. على كل حال ضربة زاوية موجودة للتعاون، الركلة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء على طول إلى شراحيلي. شراحيلي يعطي كرة بالجهة اليمين لمحمد الشلهوب. الشلهوب تمريرة إلى سلمان الفرج، انطلاقة من سلمان الفرج وتمريرة ممتازة إلى يوسف العربي. العربي وصل، وصل العربي، والتسديدة إلى خارج أرض الملعب. التسديدة جاء فيها الإبعاد إلى خارج أرض الملعب بعد الوصول الأخير من يوسف العربي، وكرة يوسف العربي إلى خارج أرض الملعب. شوف التمريرة ولا أحلى، شوف التمريرة ولا أروع، والعربي انطلق إلى أن وصل منطقة الجزاء، وبعد ذلك التسديدة وجدت التغطية من دفاع التعاون لخارج أرض الملعب لضربة زاوية. الركلة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء مقطوعة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. ربع ساعة في الشوط الأول من المباراة، هو الربع ساعة الآن بعد أن انقضت المباراة بدأت تكون سريعة أكثر. تمريرة قدام منطقة الجزاء لمحاورة موجودة على الجهة اليسار لعبدالله الزوري. الزوري بتمريرة داخل منطقة مقطوعة وصلت في صالح التعاون. كرة للتعاون بوسط الملعب، ممررة وتوزيع الكرة إلى أقصى اليسار إلى متابعة من أسامة هوساوي. أسامة هوساوي يمرر الكرة إلى القرني، القرني لمحمد الشلهوب، الشلهوب إلى يوب ينكسو، يوب ينكسو وتمريرة على الجهة اليمين، وثم التمريرة جاء فيها لمسة يد وصافرة ضربة حرة مباشرة. صافرة ضربة حرة مباشرة. المباراة تقريبا حتى الآن نشهد فيها يعني ربما من أكثر المباريات التي تشهد حضور جماهيري، شأنها شأن مباراة الأهلي بالنصر. ضربة حرة مباشرة الآن على يسار حارس المرمى فهد الثريان. الثريان يستعد، والكرة الثابتة عند محمد الشلهوب دائما من جانب الهلال. محمد الشلهوب في مخالفة ملعوبة على طول سريعة إلى خارج أرض الملعب. طلعت كرة محمد الشلهوب إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند فهد الثريان. إذن كرة مرت سريعة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى لفهد الثريان. شوف الكرة مرة ثانية من فوق العارضة تطلع لصالح التعاون إلى ضربة مرمى. أربع مواجهات التقى فيها الفريقين التعاون والهلال بالدوري، ثلاث مرات انتهت بفوز الهلال، التعادل جاء مرة واحدة بالموسم الماضي في هذا الملعب 2-2. لقاءين جرت بين الفريقين في مسابقة الكأس، كأس سمو ولي العهد. انتهى اللقاء لمصلحة الهلال، مباراة في الرياض ومباراة في بريدة. كرة اللعب إلى الجهة اليسرى إلى ماجد المرشدي. المرشدي مرر كرة طويلة قريبا من منطقة الجزاء، المتابعة كانت موجودة، وأيضا الإبعاد من دفاعات التعاون إلى كرة سريعة وصلت عند إبراهيم شراحيلي. شراحيلي في أول مباراة، في أول اختبار، أول مباراة أساسية له في هذا الموسم بدوري زين إبراهيم شراحيلي. التمريرة ملعوبة إلى أسامة هوساوي. هوساوي يبحث عن زميله، يمرر الكرة إلى الجهة اليمين، موجودة الكرة في مصلحة الهلال. الهلال سيطر على الكرة بشكل أكبر من التعاون، وأيضا الفرص حاضرة أوضح بالنسبة للهلال في الشوط الأول من المباراة. وتقريبا حتى الآن حتى الدقيقة 18 الهلال يصل بشكل أفضل إلى مرمى التعاون. فهد الثريان كرة ملعوبة طويلة إلى حنتول، وشرحيلي، شرحيلي في اللحظة الحاسمة يمسك الكرة الماضية، والشلهوب الآن في صراع ينتهي إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية بعد أن طالت الكرة الماضية على عبد الرزاق الحسين. طالت الكرة الماضية على عبد الرزاق الحسين إلى خارج أرضية الملعب. عبد الرزاق الحسين اللي يرتدي الرقم 7 إلى جانب التعاون، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه لجانب نادي الكرامة وكذلك إلى جانب منتخب الوطني. لعب مع المنتخب السوري 38 مباراة دولية، منها لقاء الأخضر السعودي بكأس أمم آسيا، وهو من هز شباك منتخبنا مرتين في لقاء دور المجموعات بمسابقة الأمم الآسيوية في الدوحة. في ملعب أحمد بن علي، الكرة إلى حنتول. حنتول وتمريرة ممتازة الآن على الجهة اليمين صلاح الدين عقال، لكن عقال موجود في منطقة الأوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة.
ضربة حرة غير مباشرة ملعوبة للأمام، الكرة معادة مرة ثانية من حكم المباراة المساعد الأول سيد مؤيد الصايغ الذي يشير إلى إعادة الكرة إلى مكانها الصحيح. أسامة هوساوي يلعب الكرة إلى ماجد المرشدي، المرشدي مع كرة ملعوبة إلى يوسف العربي، العربي مرر الكرة مقطوعة لأحمد الحربي، الحربي ومتابعة في كرة انتهت لخارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. ثلث ساعة بالشوط الأول من المباراة والتعادل السلبي ما زال مستمر. صلاح الدين عقال لعب كرة طويلة وصلت إلى إبراهيم شراحيلي وتمريرة إلى أسامة هوساوي أخذ كرة هوساوي يبحث عن زميل الآن في وسط الملعب، الكرة ما زالت مع هوساوي، التمريرة إلى الخلف إلى ماجد المرشدي يحصل على كرة يبحث عن زميل ماجد المرشدي. الهلال الآن يعني يبدأ من الخلف إلى الأمام في محاولة لخلخلة دفاعات التعاون المتراجعة تماما. الآن كل لاعبين التعاون في منتصف ملعبهم تقريبا في منطقتهم. عبد الله الزوري إلى الجهة اليسار من جانب الهلال، الزوري محاولة مرور على الجهة اليسرى، الزوري ما زال يحافظ على الكرة، الزوري يبحث عن زميل يرجع بالكرة إلى الخلف إلى تمريرات هلالية موجودة بوسط الملعب. محمد نامي تمريرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء إلى محمد الشلهوب، شلهوب ممتازة، مرور ما زال من محمد الشلهوب. الشلهوب يثير الآن المباراة ويثير ملعب المباراة ويثير القصيم، والكرة موجودة الفريدي لكن محاولة الفريدي مقطوعة. كرة ممتازة من محمد الشلهوب، القائم تدخل، القائم يفزع الآن مع التعاون ويفزع مع فريق القصيم ويفزع مع أهل المنطقة، والكرة لمحمد الشلهوب ملعوبة على طول إلى الفريدي على الجهة اليمنى، عرضية ملعوبة إلى منطقة الجزاء مرت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. إذن محاولة هلالية جادة كانت من محمد الشلهوب، خذا واحدة وخذا ثنتين وثم بعد ذلك التسديدة ولا أروع من محمد الشلهوب جاءت في القائم الأيمن، لكن ليس هناك من متابع الكرة الماضية سوى دفاع التعاون وإلى خارج أرض الملعب. كرة لخارج أرض الملعب الآن، رمية جانبية في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسار بمصلحة الهلال عند عبد الله الزوري. الزوري مع الرمية الجانبية على الجهة اليسار، ملعوبة الرمية الجانبية مقطوعة من جانب التعاون على طول إلى وسط الملعب. التعاون طبعا عنده اسمين مفقودة من بداية الموسم، هذه كرة اللعب إلى الأمام إلى منطقة الجزاء، المحاولة حنتون والزوري تدخل إلى خارج أرض الملعب لركلة ركنية. الاسمين وليد معلم طبعا وحسن الشهري الاثنين المصابين، الثاني طبعا يعالج في سباير. ضربة زاوية موجودة لمصلحة التعاون، ركلة ركنية إذا لمصلحة التعاون ملعوبة إلى منطقة الجزاء مقطوعة، ترجع مرة ثانية للتعاون داخل المنطقة بالكعب كانت ممتازة، لكن أيضا لاعبين التعاون كانوا في مكان الأوفسايد لذلك ما استغلت الكرة الماضية من أحمد الحربي إلى تمريرة على الجهة اليمين صلاح الدين عقال مر الكرة واصلة على الجهة اليمنى إلى سلطان اليامي إلى صلاح الدين عقال مرة ثانية، عقال وزع كرة داخل المنطقة، أسامة هوساوي ابعاد للكرة الرأسية الماضية والكرة وصلت إلى عبد الرزاق الحسين، عبد الرزاق في كرة مقطوع، لاعب مواليد حلب لاعب لأكثر من نادي في سوريا إلى أن استقر به الحال لجانب الكرامة قبل وصوله للتعاون. هذه كرة ملعوبة إلى يوب يونغسو لكن فهد الثليان أيضا كان ممتاز، لعبة الكرة إلى يوب يونغسو والمتابعة كانت ممتازة من فهد الثليان، وأيضا أوفسايد ضربة حرة غير مباشرة موجودة لأن يوب يونغسو كان في مكان التسلل. تلعب الكرة طويلة إلى ميخيل ميميلي، ميميلي في متابعة موجودة من ماجد المرشدي إلى خارج أرض الملعب.
تمريرة جانبية بالجهة اليسرى. الرمية الجانبية من وليد الرجاء القادم من الاتفاق، لعب رمية جانبية مقطوعة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية إلى ركلة ركنية. الجمهور ينتظر الإثارة، الجمهور ينتظر الإثارة في هذه المباراة. الإثارة جاءت بكرة محمد الشلهوب اللي تكفل فيها قائم الثريان في التصدي للكرة. يوب يونغ سو يضغط والكرة للتعاون على الجهة اليسار إلى عرضية محاولة ملعوبة داخل المنطقة، مرور موجود وكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام إلى سلطان اليامي الوحيد الموجود في خط الدفاع للتعاون. سلطان اليامي لعب كرة طويلة مقطوعة من محمد رامي إلى يوسف العربي. يوسف العربي ينطلق، يوسف وتمريرة إلى عبد الله الزوري. عبد الله الزوري مرر الكرة لسلمان الفرج إلى محمد الشلهوب إلى يوب يونغ سو. يوب يونغ سو لتمريرة ممتازة على الجهة اليمين، ثم واصل الكرة لمحمد الشلهوب، الضغط على الشلهوب، وثم الشلهوب يرتكب مخالفة ضربة حرة مباشرة، أو الفريدي من يرتكب المخالفة ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة التعاون. هذه تسديدة محمد الشلهوب، أخطر كرات المباراة. تلعب الكرة إلى الأمام لمصلحة التعاون في حدود منطقة الجزاء إلى الجهة اليسار، محاولة والشرحيلي يتصدى الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية بعد محاولة ممتازة. شوف الخميس في المحاولة الماضية يسارية قوية، شرحيلي كان في المكان وتصدى الكرة الماضية إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. الخميس في محاولة كانت ممتازة للتعاون على الجهة اليسرى، ضربة زاوية ملعوبة، مرور ممتاز على الجهة اليسار، المحاولة ما زالت مستمرة وعرضية في منطقة الجزاء لخارج أرضية الملعب إلى خارج أرض الملعب في صالح التعاون. الركلة الركنية مرة ثانية عند أحمد الحربي، الحربي عند تنفيذ الركلة الركنية والتحركات في منطقة الجزاء. إذن فرصة بفرصة، فرصة للتعاون جاءت من الخميس وفرصة الهلال جاءت من الشلهوب، وعرضية بمنطقة الجزاء وخروج من شرحيلي ما كان موفق، لكن أيضا لم تستغل الكرة ووصلت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند إبراهيم شرحيلي. ضربة مرمى إذن عند إبراهيم شرحيلي. شرحيلي يلعب الكرة إلى الأمام إلى صالح محمد الشلهوب، محاولة للتعاون على طول استدارة والكرة ملعوبة ساقطة، ثم وصلت إلى عبد الرزاق الحسين لخارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية في الجهة اليمين عند سلطان اليامي. طبعا إذا مد شوط المباراة الأول بمشيئة الله تعالى بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة القصيم يحتفل مع الجهات الأخرى بين الشوطين بمناسبة اليوم الوطني في مسيرة طلابية وكذلك مسيرة الخيالة وأيضا المسيرة المسمات بمسيرة الخواطيف دراجات النارية في طبعا بين شوطي المباراة على المضمار، احتفالا باليوم الوطني 81. كرة للجهة اليسار في مصلحة التعاون. إلى تمريرة على طول للخلف وصلت إلى فهد الثريان. الثريان يلعب كرة بالجهة اليمنى وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. إلى رمية جانبية بالجهة اليسار لمصلحة الهلال. الزوري
عبد الله الزوري عند الرمية الجانبية في الجهة اليسرى، يبحث عن زميل يمرر الكرة إلى ويلعب الكرة مباشرة إلى محمد الشلهوب، ثم الشلهوب في كرة مقطوعة وصلت مرة ثانية لصالح الهلال على الجهة اليسار، العربي يحصل على الكرة، العربي بعد ذلك السقوط وثم الوصول بالكرة إلى صلاح الدين عقال، عقال صاحب 27 سنة، عقال يبحث عن الكرة، أسامة هوساوي مع عقال وهوساوي تملك الكرة إلى ماجد المرشدي بعد محاولة صلاح الدين عقال الذي اعتاد على القصيم واعتادت عليه من 2005 وهو باق في منطقة القصيم، صلاح الدين عقال باقي هنا في القصيم من 2005 باستثناء عامين قضاها في حائل مع الطائي وفي الدمام مع الاتفاق، لكن من 2005 ما عدا هذين العامين باقي موجود في القصيم. صافرة مخالفة، ضربة حرة مباشرة ليوسف العربي المغربي الآخر في المباراة، لكنه من طرف الهلال يحصل على ضربة حرة مباشرة. نصف ساعة في الشوط الأول من المباراة وربع ساعة متبقية على هذا الشوط والنتيجة ما زالت سلبية، النتيجة حتى الآن بدون أهداف وبفرصتين فقط. إذن ضربة حرة مباشرة موجودة لمصلحة الهلال، لاعب من التعاون واقع على أرضية الملعب توماس دول وحديث إلى جانب ماجد المرشدي. جميع المباريات متعادلة سلبيا في هذا التوقيت، المباريات المقامة بنفس توقيت هذه المباراة في اليوم الثاني والأخير للجولة الثالثة. ضربة حرة مباشرة إذن موجودة عند محمد الشلهوب، الشلهوب يستعد في تنفيذ الكرة الثابتة. الانتظار من حكم المباراة السيد عبد العزيز الفريطل لضربة الحرة مباشرة الموجود في حائط الصد، اثنين من لاعبين التعاون أحمد الحربي ميخيم ميميلي، الشلهوب يلعب كرة إلى منطقة الجزاء مقطوعة ثم عاد التسديدة لخارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى. شوف التسديدة الماضية من سلمان الفرج إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. التعاون الفريق الذي واضع عليه التحسن الكبير في هذا العام، أيضا العام الماضي قدم موسم رائع جدا في الموسم الماضي حينما وصل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، ولكن بعد القرارات والعقوبات التي طبعا طالت التعاون الوحدة سحب منها 3 نقاط وبالتالي منع عن المشاركة في بطولة النخبة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، وأيضا الوحدة سحب منها 3 نقاط وهو ما تسبب في هبوطه لأندية الدرجة الأولى. يعني الموسم كان رائع للتعاون، موسم عودة للممتاز من جديد، الموسم الماضي كان موسم رائع، في هذا العام أيضا يقدم نفسه بكل قوة بعد مباراة رائعة جدا أمضاها أمام الاتحاد. هذه كرة عرضية فهد ثنيان يقطع الكرة العرضية مرة ثانية لصالح الهلال، التحضيرات الهلالية بطيئة إلى عبدالله الزوري لمحمد الشلهوب، الشلهوب لعبدالله الزوري، الزوري يقطع الكرة إلى عرضية داخل منطقة أحمد الفريدي في تمريرة ممتازة من دفاع التعاون، دفاع التعاون راقب الكرة الماضية سريعا يغطي الكرة الماضية، ماجد المرشدي يخسر الكرة إلى ميخيل ميميلي وميميلي يكسب كرة ماجد المرشدي اللي أيضا يكسب مخالفة ملعوبة سريعة إلى الجهة اليمين لمحمد نامي. طبعا ذكرت أنه التعاون أول مباراة قضى مباراة ممتازة أمام الاتحاد 5-3 وثاني مباراة حقق فيها الانتصار رغم خسارة أمام الاتحاد 5-3، لكن كانت مباراة مقنعة بالنسبة للتعاونيين. كرة ملعوبة سريعة إلى صلاح الدين عقال على الجهة اليمنى، عقال مع ماجد المرشدي، عقال يلعب كرة عرضية، أسامة هوساوي يطلع الكرة إلى صلاح الدين عقال، عبد الرزاق الحسين يخسر كرة لأحمد الفريدي، الفريدي وزع كرة إلى يوب ينكسو مقطوعة إلى سلمان الفرج، لصافرة ومخالفة على سلمان الفرج، ضربة حرة مباشرة
الهلال بدأ موسمه بالحسا بعيدا عن جماهيره في مباراة فاز فيها على هجر بهدفين قبلها هدف، ثم بعد ذلك خسر من الشباب بهدفين دون مقابل. اليوم الجولة الثالثة. محمد الشلهوب، الشلهوب انطلاقة وتقدم وتمرير على الجهات اليمنى في مصلحة الهلال، عرضية إلى يوبيون سو، بل هي عرضية إلى فهد التليان. كرة إلى عماد حنتول، حنتول القادم من حطين، الوجه الجديد القادم من حطين، عماد حنتول تمرير على الجهة اليمين لصالح الهلال من الجهة اليمنى، استحواذ على الكرة، الكرة العرضية ملعوبة إلى منطقة الجزاء واصلة لأحمد الفريدي، فريدي عدي، مقطوعة كرة الفريدي لخارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية ركلة ركنية، تدخل من أحمد الحربي يطلع الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية إذن في صالح الهلال، ملعوبة إلى منطقة الجزاء، المتابعة والتغطية من دفاعات التعاون إلى إبعاد خارج أرضية الملعب لرمية جانبية، رمية جانبية لصالح الهلال، الهلال الذي يضغط في هذه اللحظات المباراة. يعني كنا توقعنا بعد كرة محمد الشلهوب أنها تكون أكثر سرعة أكثر قوة، أن كرة الشلهوب يعني استفزت المباراة، لكن المحاولة إلى يوب يونغ سو في تمريرة لعبد الله الزوري وتسديدة لخارج أرض الملعب. إذا الأهلي يتقدم في مباراة بهدفين دون مقابل، 2-0 في مصلحة الأهلي في مباراة بهذا التوقيت. أهلي في موسم ممتاز، أول مباراة فاز فيها على الأنصار بهدفين، ثاني مباراة فاز فيها على النصر بهدفين، ثالث مباراة يتقدم فيها الآن بهدفين. ماجد المرشدي إلى محمد الشلهوب، الشلهوب مرر كرة إلى يوسف العربي، العربي عدى من واحد لكن الثاني ما مر منه يوسف العربي، مقطوع الكرة من دفاع التعاون على طول إلى الأمام، بحث عن الخميس أسامة هوساوي، سلمان الفرج ينقل كرة سريعة إلى يوب يونغ سو في حدود منطقة الجزاء، ما زالت الكرة معه، عدى يوب يونغ سو سدد والثنيان يتصدى والكرة ترجع مرة ثانية هلالية لمحاولة تسديد، سلمان الفرج يعطي كرة إلى أحمد الفريدي إلى تمرير على الجهة اليمين إلى الفريدي مرة ثانية، الفريدي يلعب كرة سهلة لفهد الثنيان. الهلال يصل إلى منطقة الجزاء لكنه لا يصل إلى مرحلة الخطر على الثنيان إلا بكرة الشلهوب. عماد حنتول، تمريرة سهلة جدا وصلت لصالح الهلال، محمد رامي، التمريرة ملعوبة إلى يوسف العربي، ما فيها أوفسايد، يوسف العربي يحصل على الكرة والتمريرة من العربي مقطوعة، ترجع الهلال، الهلال مستحوذ على اللعب الآن في الدقائق الأخيرة، ويوب يونغ سو وكرة ملعوبة، أغرب كرة في الجولة الثالثة بل في دوري زين من انطلاقته، كرة تروح وتجي لكنها ما تروح لشباك فهد الثريان، وأرواح توقفت مع الكرة الماضية وهي تشهد الكرة الماضية رايحة جاية في الستة ياردة، إلا أنها ما راحت لمرمى الثريان، واللعب متوقف الآن بوسط الملعب على اعتبار أنه الثريان واقع على أرضية الميدان. أخميز يحصل على بطاقة صفراء ومخالفة هلالية في وسط الملعب. إذا كرت أصفر بدر خميس. أتمنى طبعا من مخرجنا أن يوافينا بالإعادة ما دام أن الحارس واقع على أرضية الملعب سلامات فهد الثنيان، أن نشهد الإعادة بالبطيء
لكرة الهلال، محاولة الهلال الماضية، الفرصة الضائعة في الدقيقة الماضية، الفرصة اللي لم يتمكن الهلال من تسجيلها، لم يتمكن يوب يونغسو رغم أنها كانت سهلة جدا للتسجيل. استمرار النتيجة بهذا الشكل ربما يعني أنه عيسى المحياني قد يزج به بديلا في شوط المباراة الثاني توماس دون. شوف كرة يوب يونغسو، كنترول، التسديدة الخاطئة إلى مصلحة سلمان الفرج، والفرج مرة ثانية إلى وسط منطقة الجزاء من سلمان الفرج، إلى أن جاء الفرج للتعاونيين بتدخل سلطان اليامي في إبعاد الكرة الأخيرة الهلالية. آخر خمس دقائق في الشوط الأول، هذه لقطة يوب يونغسو، فرصتين على التوالي بالنسبة ليوب يونغسو لم تستغل. أحمد الفريدي وتمريرة على الجهة اليسرى إلى عبد الله الزوري، الزوري في كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء، خروج من الثنيان وراسية من العربي إلى خارج أرضية الملعب. يعني جمهور الهلال ما زال ينتظر من العربي، ما زال يتأمل من يوسف العربي، لكن محاولة العربي الماضية إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند فهد الثنيان. فهد يلعب ضربة المرمى إلى وسط الملعب، ماجد المرشدي إلى الجهات اليمين إلى محمد رامي، انطلاقة للهلال وانطلاقات الهلال يا مكثرها، لكنها لا تستغل، حتى هذه الكرة لا تستغل، والكرة وصلت إلى الخميس. في 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 كرة القدم مقولة حفظها الجمهور عن ظهر قلب، إذا لا تسجل عليك أن تقبل الأهداف. الكرة إلى بدر خميس، إلى عبد الرزاق الحسين، مقطوعة كرة عبد الرزاق الحسين إلى مرتد الهلال، مرتد الهلال، المحاولة بوسط الملعب، سلمان الفرج في تمريرة قصيرة على الجهة اليمنى، هلالية ملعوبة داخل المنطقة، أيضا إبعاد موجود. نامي مرر كرة ممتازة سهلة للهلال إلى أحمد الفريدي، الفريدي ما زال يحافظ على الكرة، لكن تسديدة إلى فهد الثريان، تسديدة إلى فهد الثريان. بعض الكرات الهلالية أشبه بتمريرات لفهد الثريان، يعني مثل هذه الكرة جاءت في غاية السهولة لفهد الثريان، لكن هذه الكرة كانت صعبة من يوب يونغسو، والثريان كان متمكن في إبعادها. الشلهوب، شلهوب مرر كرة إلى داخل المنطقة، لكن هجوم الهلال لا يستغل المحاولات الواحدة تلو الأخرى اللي جاءت في العشر دقائق الأخيرة، ولذلك الهلال حتى الآن عاجزا عن التسجيل، والكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند فهد الثريان. كرة في صالح التعاون، ملعوبة ضربة المرمى في الست ياردات على طول إلى وسط الملعب من عبدالله الزوري، ملعوبة الكرة إلى إبراهيم شراحيلي، شراحيلي إلى عبدالله الزوري، الزوري إلى أسامة هوساوي، سلمان الفرج اللي ما نال على راحة بهذه المباراة رغم أنه قبل 48 ساعة كان يلعب مباراة، هذه الكرة لصالح الهلال الآن. لعبات هلالية، في منطقة التعاون مقطوعة، من جديد التمريرة بوسط الملعب إلى سلمان الفرج، سلمان الفرج وصافر أبو خالفة ضربة حرة مباشرة.
ملعوبة من القرني إلى أحمد الفريدي، إلى تمريرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة بحثا عن أحمد الفريدي، مقطوعة الكرة من دفاع التعاون. إلى الأوت، رمية جانبية، الثواني الأخيرة على شوط المباراة الأول. العد التنازلي الآن، وحكم المباراة الرابع يقترب من الإشارة إلى الوقت البدل الضايع المقدر من السيد عبد العزيز الفريط. دقيقتين مقدرة، دقيقتين وقت بدل ضايع. يشير عليها حكم المباراة الرابع محمد العويس. تلعب الكرة في وسط الملعب إلى يوب يونغسو، إلى نامي، ونامي في تمريرة ملعوبة مقطوعة وصلت لمحمد الشلهوب، والشلهوب كان ممكن أن يستغل الثغرة في خروج فهد ثنيان لكن ما استغلها. ترجع الكرة لصالح التعاون، التعاون الآن في هجوم موجود، انطلاقة تقدم ولعب من الهلال وقع على أرضية الملعب، والكرة لصالح التعاون الآن، وتسديدة إلى خارج أرض الملعب. ثنيان وقع على أرضية الملعب إلى جانب يوسف العربي، الاثنين واقعين على أرضية الملعب، يوسف العربي وكذلك فهد ثنيان. بدر خميس أيضا في الجهة الأخرى. خلاص يا شباب باقي دقيقة نقضيها والاستراحة بين شوطين المباراة، بعد طبعا الكلام على العربي والثنيان بعد الاصطدام القوي كان بالكرة الماضية، وبالتالي طبيعة توقف للعب توقف اللعب سلامة وانتظار لسلامة اللاعبين. شوف الاصطدام اللي حدث بين العربي وفادي ثنيان. يوسف العربي قادر على العودة مرة ثانية بالمباراة. إذن الهلال قد يزج بعيسى المحياني الآن في هذه اللحظات، لأنه واضح توماس دول لا يجد ظلته برأسي الحربة في الهجوم الهلالي. يوسف العربي ولا كذلك يوب يونغسو، الاثنين حتى الآن لم يتمكنوا من التسجيل، لكن أيضا ربما إجراء حركات الإحماء خشية من توماس دول أنه قد يكون يوسف العربي غير قادر، وبالتالي يعمل التجهيز اللازم لعيسى المحياني. على كل حال إذا استمرت الأمور بالنسبة للهلال على هذا الشكل فالتبديل حادث، حادث لا محالة. إذا استمر هجوم الهلال في سباقة على إهدار الفرص، ضربة زاوية موجودة إذن للتعاون. ركلة ركنية ملعوبة إلى منطقة الجزاء، يوب يونغسو أبعد الكرة في مصلحة التعاون على الجهة اليسرى، مرور موجود وعرضية موجودة، الله ترجع مرة الثانية، والتسديدة لخارج أرض الملعب، التسديدة إلى خارج أرض الملعب. إذن محاولتين ولا أروع بالنسبة للتعاون. كاد التعاون وميخيل ميميلي أن يزور شباك الهلال وأن يزور شباك الهلال. شوف الكرة الأولى من ميخيل ميميلي، شرحيلي تصدى، ثم الكرة الثانية، والكرة الثانية إلى خارج أرض الملعب، العرضية ولا أروع، وميخيل ميميلي في راسية ممتازة، وثم بعد ذلك التسديدة إلى خارج أرض الملعب. إذن أحبتنا الكرام متابعينا من كل مكان، جاءت الصافرة عن نهاية شوط المباراة الأول، الشوط الذي ينتهي سلبيا بدون أهداف. الهلال أهدر فنالي بصراحة، الحضور كبير من الطرفين، من جمهور التعاون ومن جمهور الهلال. جمهور التعاون والتعاون بما يحظى به من شعبية هنا في القصيم في بريدة، والهلال بما يحظى به من شعبية كبيرة على مستوى المملكة. الكرة إلى خارج أرض الملعب، إلى ضربة مرمى عند إبراهيم شرحيلي حارس مرمى الهلال. للتذكير طبعا في قائمة الأسماء بالنسبة للفريقين، التعاون
في هذه المباراة يستمر بتشكيلة الأساسية، فهد ثنيان، دياب مجرشي، شاكر رجيب، وسلطان اليامي، وليد الرجع، عبد الرزاق الحسين، عماد حنتول، بدر خميس، ميخيل ميميلي، أحمد الحربي، صلاح الدين عقال، في حين من جانب الهلال خالد شراحيلي، أسامة هوساوي، وعبد الله الزوري، محمد القرني، يوب يمسو، يوسف العربي، محمد الشلهوب، سلمان الفرج، أحمد الفريدي، محمد نامي، ماجد المرشدي. لا تغييرات تطرأ على تشكيلة المدربين في شوط المباراة الثاني، التشكيلة هي ما جرى طبعا في شوط المباراة الأول من خيارات يجري أيضا في شوط المباراة الثاني من جانب المدربين. يوب يمسو في خروج على الهواء ممتاز كان مع الكرة الماضية إلى رأسية لكنها وصلت إلى فهد الثنيان. فهد الثنيان عند الكرة من جانب التعاون، الثنيان يلعب كرة طويلة إلى وسط الملعب باتجاه ميخين ميميلي، أسامة هوساوي يقطع كرته إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة التعاون على الجهة اليسرى. الرمية الجانبية التعاونية إذن عند وليد الرجاء، أسماء جيدة جاءت للتعاون في هذا العام، وليد الرجاء من بين الأسماء الهامة والمميزة. الظهير الأيسر الاتفاق سابقا التعاوني في هذا الموسم توماس دول لا زال يفكر ولا زال يبحث عن مخرج من مباراة الشباب، وهو يبحث عن مخرج لأنه فريق لا يسجل في 90 دقيقة بمباراة الشباب وفي 45 دقيقة من هذه المباراة. الآن في الشوط الثاني يفكر لإيجاد الحلول من أجل التسجيل، هو بدأ المباراة بحل جديد أنه يلعب بمهاجمين يوب يمتسو إلى جانب يوسف العربي، لكن حتى هذا الحل لا يأتي بنتيجة، لا يأتي بفائدة بالنسبة للسيد توماس دول. المدرب الألماني الذي طموحاته تفوق طبعا سجلاته وتفوق السيفي بالنسبة لهذا الرجل، على اعتبار أنه يأتي متحملا تركة كبيرة. لن أتحدث عن فترة جابرييل كالديرون، لكن ما قبلها إيريك جريتس ربما اسم أكبر بكثير من توماس دول، لكن توماس دول أيضا طموحاته قد تكون أيضا أكبر من السيفي الذي يحمله، وبالتالي يبحث عن إنجازات إلى جانب الهلال. تمريرة ملعوبة إلى الخميس مقطوعة في وسط الملعب إلى أحمد الفريدي، الفريدي يتقدم في كرة يبحث عن زميل، أحمد تقدم لعب كرة إلى الجهة اليسرى إلى محمد الشلهوب، الشلهوب عرضية إلى يوب يونغسو إلى يوسف العربي، العربي وسقوط إلى أحد مدافعين التعاون، وبالتالي صافرة مخالفة ضربة حرة مباشرة. إذن كرة ثابتة موجودة للتعاون عند فهد الثنيان. الأربع دقائق الأولى بشوط المباراة الثاني تمر هادئة بشكل أكبر من شوط المباراة الأول، تفائلنا بشوط ثاني أفضل من الشوط الأول، لكن الأربع دقائق التي مضت الآن تمضي هادئة. ماجد المرشدي مع كرة عند خط الدفاع الهلالي، يتقدم ماجد المرشدي يبحث عن زميل، مرر كرة إلى الأمام، واصل الكرة لمصلحة التعاون إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية، رمية جانبية على الجهة اليسار، الرمية الجانبية في صالح الهلال. الجمهور كان جدا متفاعل مع العروض الرائعة اللي حدثت بين الشوطين بمناسبة اليوم الوطني من المكتب الرئيسي بالقصيم، لكن بعدما انطلقت المباراة في شوطها الثاني هدأ الجمهور. هذه الكرة فيها تدخل إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية، أحمد الفريدي يتحرك لتنفيذ ضربة الزاوية الآن على يمين فهد الثنيان، الركلة الركنية الهلالية. الهلال لاعبين بالكامل يجرون حركات الأحماء في هذه اللحظات، وضربة زاوية ملعوبة إلى منطقة الجزاء إلى رأسية مبعدة ترجع لصالح التعاون عند منطقة الجزاء، ملعوبة طويلة إلى الأمام إلى محاولة قادمة على الجهة اليمين، التغطية موجودة، المراقبة موجودة، محاولة المرور، وثم الكرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب.
إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية بعد كرة انطلقت أولا من خط دفاع التعاون الذي يبرز فيه رجيب شاكر صاحب 23 سنة المقدوني من أصل ألباني. رمية جانبية على الجهات اليمين. الرمية الجانبية ملعوبة. ما يحدث الآن في المدرجات أنه يسود الصمت تماما وشرحيلي يخطئ بالكرة الماضية ودفاع الهلال يبعدها. بعدها عادة الكرة مرة ثانية إلى عبد الرزاق الحسين. عبد الرزاق مر الكرة إلى الأمام إلى محاولة لصالح التعاون داخل المنطقة مقطوعة. مرور من أحمد الحربي إلى تمرير كرة ساقطة ممتازة إلى ميخيل ميميلي. إبراهيم شرحيلي تدخل. إبراهيم شرحيلي أنقذ الموقف الهلالي. ثم الكرة إلى محمد الشلهوب. الشلهوب عدى في وسط الملعب. مرر بعد ذلك الشلهوب بكرة مقطوعة على الجهة اليسرى لصالح الهلال مرة ثانية. الهلال يهاجم بتمريرة إلى يوب يونغسو ودفاع التعاون يستميت. وثم الكرة من القرني إلى سلمان الفرج. إذا من يبدأ بهم توماس دول دائما في الارتكاز غير موجودين اليوم. سلطان البيشي وكذلك حسام الحارثي. سلمان الفرج إلى جانب محمد القرني. شلهوب إلى سلمان. سلمان الفرج تمريرة للقرني. القرني مرور وثم كرة القرني مقطوعة مرة ثانية. القرني عليه ضغط من لاعبين من لاعبين التعاون. رجع الكرة إلى أسامة هوساوي. أسامة هوساوي ترجع للكرة مرة ثانية. هوساوي إلى ماجد المرشدي. المباراة بهذا الشكل تكون بحاجة إلى تغيير. المباراة بهذا الشكل تكون بحاجة إلى تغيير. التغيير الآن مع يوسف العربي الذي يعطي كرة إلى يوب يونغسو. وسو مرر كرة إلى يوسف العربي. يعني هي الكرة وصلت إلى يوب يونغسو في مرحلة لا تقبل تمرير أكثر من ذلك. هذا باعتقادي. لاحظوا التمريرة إلى يوب يونغسو هي وصلت لمرحلة لا تقبل التمرير. الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية عند أحمد الفريدي. مطالبة من سلطاني اليامي من حكم المباراة إلى مخالفة. ضربة زاوية إذا موجودة في صالح الهلال ملعوبة داخل المنطقة. إبعاد بالرأس عماد حنتول يريد أن يستفيد من سرعة السيد فلورين. وفلورين ربما يكون مقتنع من أداء فريقه حتى الآن حتى هذه اللحظة. المضي بالتعادل في هذه المباراة في مواجهة كبيرة ليست سلبية بالنسبة للتعاونيين، لكن هي سلبية حينما تكون لفريق هو بطل المسابقة الماضية بطل النسخة الماضية من المسابقة ويدخل في هذا الموسم دفاعا عن لقبه ودفاعا عن اللقب الذي حمل في الموسم الماضي، وثم يجد نفسه أنه ساقطا بالجولة الثانية وفي الجولة الثالثة محتار حتى هذه اللحظة. على الأقل يوسف العربي مرر كرة إلى منطقة الجزاء إلى يوب يونغسو. الشمشوني سدد والعارضة تصدت والكرة مرت لصالح التعاون. مرت إلى صالح التعاون وثم وصلت إلى إبراهيم شرحيلي. لعبة الكرة في الجهة اليمين. جمهور الهلال يتفاعل. إذا بعد عارضة الشمشوني يوب يونغسو قائم يتصدى وعارضة تتصدى. ما هذا الوفاء للقائم وللعارضة يتسابقون على الوفاء للتعاون. كرة اللعب طويلة إلى الأمام إلى محاولة واصلة في صالح الهلال عند عبد الله الزوري اللي يترك الكرة لخارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. رمية الجانبية ملعوبة. 10 دقائق الآن في الشوط الأول من المباراة ورمية جانبية لعبت وكرة واصلة لمصلحة الهلال عند محمد الشلهوب. الشلهوب تقدم في كرة محمد الشلهوب إلى الجهة اليمين إلى محمد رامي. محمد رامي تمريرة واصلة في وسط الملعب إلى أحمد الفريدي. الفريدي لمحمد الشلهوب اللي سدد كرة وصلت سهلة. راحت سهلة كرة محمد الشلهوب مباشرة عند فهد الثريان. 10 دقائق بزمن شوط المباراة الثاني والنتيجة تبقى على حالها حتى الآن. التعادل السلبي بدون أهداف
وكرة ملعوبة للهلال في وسط الملعب. سلمان الفرج إلى يوسف العربي بالجهة اليمين، يوسف العربي يضغط، وليد الرجاء يراقبه، وليد الرجاء بالقميص 13 ونفس القميص لوليد الرجاء مع الاتفاق، طلع الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. اليوم درجة الحرارة في منطقة القصيم أكثر سخونة من الأيام الماضية، لأنه الأيام الماضية طبعا الجو كان أكثر برودة، بدأ يميل إلى البرودة، ولكن اليوم أكثر سخونة. الكرة ليوسف العربي، صافرة مخالفة على يوسف العربي، ضربة حرة مباشرة لمصلحة دياب مجرشي، دياب مجرشي القادم من الحزم، ودياب مجرشي الذي كان سابقا أيضا يلعب إلى جانب الهلال. مخالفة في مصلحة التعاون الآن، ملعوبة المخالفة إلى الأمام في كرة سريعة طويلة مقطوعة بالرأس، وصلت مرة ثانية عماد حنتول، عماد حنتول بلقطة مقطوعة ترجع للهلال بوسط الملعب، محاولة المرور موجودة، افتكاك كرة، مقطوعة الكرة، إلى مخالفة لمصلحة الهلال عند ماجد المرشدي. صلاح الدين عقال الذي لعب إلى جانب الحزم على فترتين، إلى جانب الطائي والاتفاق، وإلى جانب الرائد والتعاون. أحمد الفريدي، لكن يعني حتما أكثر اللاعبين بقاء في السعودية حماجي في الفترة الحالية، إضافة إلى في يوم من الأيام إسحاق كواكي لجانب نادي النجمة، وأيضا يحيى جاكو مع فريق الطائي. تمريرة بوسط الملعب، المباراة تسجل أعلى رقم جماهيري حتى الآن في دوري زين إلى الجولة الثالثة، عدد الحضور لهذه المباراة 19,658 يحضرون لهذه المباراة، 19,658 مشجع يحضرون إلى هذه المباراة، وبالتالي تقريبا إلى الآن هذا أكبر معدل للحضور الجماهيري بعد مباراة الأهلي أمام النصر في الجولة الثانية تقريبا. محمد الشلهوب عند المخالفة، الكرة الثابتة أعطى الإذن فيها السيد عبد العزيز الفنيطل، الضربة الحرة مباشرة ترتد ترجع مرة ثانية في صالح التعاون، بالراس مقطوعة من الشلهوب للجهة اليسار إلى عبد الرزاق الحسين، عبد الرزاق الحسين مرر الكرة إلى بدر خميس. الهلال ما يزال يفتقد لخدمات لاعبة نواف العابد، كرة عرضية ملعوبة إلى الجهة اليمين لمصلحة التعاون، وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية، طلعت كرة عماد حنتول إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية بالجهة اليسار، الكرة في وسط الملعب، الجماهير تتفاعل واللاعبين يتفاعلون الآن على إيقاعات الجماهير، وأيوب يونكسو طالت على الكرة الماضية وصلت إلى حارس المرمى فهد ثنيان، لكن حتى في ربع ساعة ملعوبة بشوط المباراة الثاني ولا تبديل، ولو أنه التعاون قريب إلى أن يجري تبديله خلال اللحظات القادمة، خلال الدقيقتين القادمة التعاون يقترب من إجراء تبديل. الشلهوب مرر الكرة إلى يوسف العربي، ضغط على يوسف العربي، ماخذ الكرة لصالح القرني، القرني حاول يمر، القرني متابعة من دياب مجرشي، لكن عدى من مجرشي يوسف العربي، العربي عدى بكرة إلى أحمد الفريدي، الفريدي محاولة تسديد، عدى الفريدي ثم صوب كرة ترتد إلى خارج أرض الملعب، ارتدت من الدفاع إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. مباراة تحصيل مراكز تقريبا حتى الآن المراكز فيها لا تتحسن. ضربة زاوية إذن، يا
يتم الإعلام فعليا عن الحضور الجماهيري الآن 19658. كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، الإبعاد من دفاع التعاون، ترجع إلى سلمان الفرج وطالت الكرة على سلمان لخارج أرض الملعب، رمية جانبية. الهلال بدأ يكثف ضغطه، الآن بحثا عن الهدف. الهلال يريد أن يتقدم عن المرتبة الثامنة، الهلال لا يقتنع بالمركز الثامن، الهلال لا يريد الثامن، يريد أن يتحرك الآن. الكرة لأحمد الفريدي، الفريدي في تمريرة، لكن أسامة هوساوي كان في مكان الأوفسايد، لذلك ترك الكرة الماضية تمضي في حال سبيلها إلى أن وصلت لفهد الثريان. التعاون إذن مثل ما ذكرت هو صاحب التبديل الأول، سوف يكون خلال هذه اللحظات بل تبديلين في وقت واحد من جانب التعاون. ناصر البيشي، حسين النجعي، تبديلين في وقت واحد الآن من جانب التعاون. حسين النجعي الذي كان في مواسم من الأسماء الرائعة جدا، إلى جانب الاتفاق، من الأسماء المميزة إلى جانب الاتفاق في هذا الموسم، يحضر إلى جانب التعاون. الكرة لأسامة هوساوي، هوساوي تقدم في تمريرة الآن ملعوبة إلى محمد الشلهوب، الشلهوب باتجاه أحمد الفريدي، التمريرات ممتازة ثم واصل الكرة لصالح التعاون. الضغط من محمد الشلهوب والفريدي، وصلت الكرة للفريدي على الجهة اليسار. أوه! 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 يا متحدي، الثنيان متحدي، الثنيان بطلا ونجما للجولة الثالثة. الله يا فهد، شوف الكرة مرة ثانية، تحدى في الأولى، الفريدي قال أجيبها في الثانية، قال حتى في الثانية تحدى، والكرة مضت ومرت لصالح التعاون على الجهة اليسار. هل يصحو وهل يفوق التعاونيون بعدما قدم الثنيان مع الكرة الماضية الذي تحدى؟ الثنيان تحدى من يحمل قميص الثنيان، والكرة الآن على الجهة اليمين ملعوبة إلى منطقة الجزاء، مقطوعة ووصلت إلى خارج أرض الملعب، إلى رمية جانبية، رمية جانبية على الجهة اليمين. إذن الهلال يستشيط غضبا، الهلال لا يريد المرتبة الثامنة، الهلال لا يعترف بالمركز الثامن. والشلهوب الآن يتحرك بتمريرة ملعوبة واصلة على الجهة اليمين إلى محمد نامي، إلى عرضية، والضغط الهلالي متواصل، والدفاع والاستماتة التعاونية متواصلة، والكرة ملعوبة إلى ماجد المرشدي، إلى ماجد المرشدي، حصل على الكرة ماجد المرشدي، ثم التمريرة من ماجد ملعوبة في وسط الملعب من سلمان الفرج، يعطي كرة للقرني، القرني لمحمد الشلهوب، الشلهوب بانطلاقة وتمريرة ملعوبة إلى صافرة، مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة يوسف العربي. أحمد الفريدي لعب الكرة الثابتة واصلة إلى القرني، ثم يوب يونغ سو، الشمشوني حاول المرور والكوري وقع، والكوري يكسب مخالفة الآن، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. شلهوب الفريدي عند الكرة الثابتة، الهلال يسعى للفوز والثنيان يطمح لإبقاء التعادل. شلهوب عند الكرة الثابتة، التعاون أجرى أو حتى الآن لم يجري التبديلين، يعني ما زال اللاعبين ينتظرون التبديل، ينتظران التبديل، البيشي والنجعي بانتظار الإذن للنزول في شوط المباراة الثاني. ضربة حرة مباشرة الآن موجودة عند الشلوب الفريدي، عبد العزيز الفليط يتحرك للحديث مع مساعد الأول سيد مؤيد الصاير. الحديث يبدو أنه سينتهي ببطاقة صفراء، الفليط الآن يتحرك لإشهار الورقة الصفراء. شاهد لمن سوف تكون البطاقة الصفراء الآن، حكم يطلب مين من التعاون؟ دياب مجرشي، دياب مجرشي أيضا من جانب الهلال، يوب يونغ سو،
بطاقتين صفراء. إذا نيوب يونسو ودياب مجرشي بطاقتين صفراء. شوف الحوار، يعني كان نيوب يونسو من تعدى على دياب مجرشي حتى آخر صورة وصلت. هذه تمريرة ملعوبة الآن على الجهة اليمين، الله جول! الهلال يتقدم الآن بأول أهدافه في المباراة. محمد رامي يسجل أول أهداف الهلال، وخلاص التحدي من فهد الثنيان إلى هنا يتوقف، إلى هنا يتوقف بعد جملة رائعة في ضربة الحرة المباشرة المنفذة بطريقة ذكية وطريقة قد يكون تدرب عليها بنو هلال، واستطاعوا أن يسجلوا منها الهدف الأول. شوف التمريرة جاءت من الفريدي وثم محمد رامي يسدد كرة على طول للشباك، كرة للشباك من قلب شات هنامي، من قلب شات هنامي يسجل فيها الهدف الأول الهلالي. 1-0 1-0. إذن الهلال 1 لا شيء، التعاون الآن بعد ضربة حرة مباشرة كانت ذكية جدا من أحمد الفريدي إلى محمد رامي إلى أول أهداف المباراة. إذن لأول مرة تهتز المدرجات في هذه المواجهة، لأول مرة تهتز مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز هنا في بريدة. هزها نامي الفريدي، لزها النامي ونامي هز المدرجات، والكرة وصلت للفريدي، والفريدي مرة ثانية يمرر الكرة إلى سلمان الفرج في وسط الملعب لمحمد الشلهوب. التعاون قد يتخلى الآن عن الحذر الدفاعي، خلاص الحذر الدفاعي يعني لن يأتي بنتيجة بالنسبة للتعاون بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن هذه النتيجة أو أكثر من هذه النتيجة هي بالأخير خسارة 3 نقاط، هي بالأخير حسبتها خسارة 3 نقاط. ضربة حرة مباشرة ملعوبة إلى أسامة هوساوي، هوساوي يعطي الكرة لسلمان الفرج في وسط الملعب، سلمان الفرج نقل ملعوبة إلى يوسف العربي، العربي تحضير إلى يوب يونسو، ودفاع التعاون يقطع الكرة الماضية إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية، رمية جانبية، الرمية الجانبية عند محمد نامي، عريس أمسية القصيم محمد نامي ليسجل هدف المباراة الوحيد حتى هذه اللحظة. تمريرة إلى الخلف، عجز مهاجم الهلال عن التسجيل فتدخل نامي لإنقاذ موقف الهلال. يوسف العربي يسدد كرة وصلت إلى فهد الثنيان، لا يسأل بصراحة فهد الثنيان عن الهدف الذي ولج شباكه، أبدع ونجح في الذود عن مرماه كثيرا فهد الثنيان، لكن يعني الكرة يعني كان المسؤول عنها من يراقب محمد نامي في ضربة الحرة المباشرة، كان بعيد خطوات عن محمد نامي وبالتالي أتاح لنامي التقدم إلى عمق منطقة الجزاء لأجل أن يسجل. ضربة حرة مباشرة ملعوبة الآن عن الجهة اليسار إلى أحمد الحربي، الحربي يتمكن من المرور، والحربي كرة مقطوعة لسلمان الفرج، الصافرة يتدخل فيها حكم المباراة السيد عبد العزيز الفنيطي ليعطي ضربة حرة مباشرة، وورقة صفراء موجودة إذا لسلمان الفرج، ورقة صفراء بعد ورقتين صفراء، كانت واحدة للاعب من جانب الهلال والثانية للاعب من جانب التعاون، الآن ورقة صفراء لسلمان الفرج من الجانب الهلالي، وضربة الحرة المباشرة عند أحمد الحربي. أحمد تعامل أكثر من رائع مع الكرات الثابتة، تعامل أكثر من رائع عند إجادة لتنفيذ الكرات الثابتة، الحربي يلعب كرة ساقطة، ماجد المرشدي تدخل وأبعد الكرة الماضية الهوائية من جانب التعاون إلى صافرة، أيضا الفنيطل يعطي فيها كرة لمصلحة الهلال عند إبراهيم شراحيلي الموفق إلى هذه اللحظة في هذه المباراة. مدرب الهلال لا زال مقتنع بتشكيلته ولا زال يبقي عليها في 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 ملعب المباراة وفي كرة القدم، مش مطلوب أبدا التسرع من المدرب، هذا الشيء يحسب، هذا شيء يحسب لتوماس دول، يعني احتياط الهلال يجري حركات الإحماء كاملا من بداية شوط المباراة الثاني. أقول أنه بعض المدربين يدرك أنه يملك أسماء كبيرة ويملك
لاعبين تملك فارق في أي لحظة قد تصنع الفارق في المباراة وبالتالي لا يتسرع في التغيير، إلا أن الآن راح يجري تبديل. حسام الحارثي راح يحل بديل في شوط المباراة الثاني. حسام الحارثي إذن البديل القادم في شوط المباراة الثاني. إذن التغيير يصب في صالح منطقة الارتكاز بالنسبة للهلال. الشلهوب يأخذ كرة إلى جهة اليسار، يوسف العربي يرد الكرة إلى الجهة اليسرى، مقطوعة لتمريرة إلى يوسف العربي. محمد الشلهوب يأخذ الكرة لسلمان الفرج، فرج تقدم، لعب كرة إلى محمد نامي. نامي طمع، طمع الولد، طمع الولد، سجل وطمع، بغى فيها هدف ثاني، لكن كرة نامي راحت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. تبديل، سلمان الفرج يترك أرضية الملعب. إذن البديل حسام الحارثي، حسام الحارثي مكان سلمان الفرج في أول تحركات مدرب الهلال السيد توماس دور. توقعنا أن يكون هناك تبديل بعد نهاية شوط المباراة الأول يصب في الصالح الهجومي، لكن جاء التبديل الآن فعليا لمنطقة الارتكاز. سوء يلعب الكرة إلى حسام، حسام يحاول في كرة من الجهات اليمنى لكن سلم الكرة لدفاع التعاون، بعد ذلك الكرة طلعت إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية بالجهات اليمين، أيضا الكرة اصطدت بأحد الإخوان من ذوي الاحتياجات الخاصة. سلامات، رمية جانبية لمحمد رامي إلى يوب يونغسو، يونغسو وقوع، والكرة مباشرة لمصلحة التعاون الآن، كرة في مصلحة التعاون على الجهة اليسرى. يوب يونغسو يطالب في خطأ، حتى الآن أكثر اللاعبين الكوريين إقناعا، أكثر لاعب كوري جنوبي جاء إلى المملكة العربية السعودية وكان مقنع لي يونغيو لاعب الهلال الظهير الأيمن اللي استمر لموسمين إلى جانب الهلال. كرة بالرأس لخارج أرض الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية، الرمية الجانبية عند محمد رامي في الجهة اليمين إلى يوب يونغسو. يوب يونغسو يحصل على خطأ، يحصل على فاول، ضربة حرة مباشرة في الجهة اليمين، ضربة حرة مباشرة إذن على الجهة اليمنى. محمد الشلهوب عند تنفيذ الكرة الثابتة، شلهوب، ومخالفة موجودة على الجهة اليمنى للهلال. دائما الحوار حاد بين دفاع التعاون وهجوم الهلال. أوه، يوب يونغسو على طريقة المباراة الودية أرادها، لكن فهد الثريان أرادها على طريقته وأنهى كرة يوب يونغسو، راحت الكرة إلى الجهة اليمين للتعاون في وسط الملعب. استدارة ثم الكرة واصلة لدفاع الهلال، انطلاقة إلى الأمام، عودة إلى فهد الثنيان. فهد الثنيان يأخذ كرة الآن على طول طويلة إلى الأمام، تجد أسامة هوساوي من دفاع الهلال، موجود أسامة هوساوي لمحمد الشلهوب، الشلهوب إلى محمد رامي، نامي كرة عرضية واصل الفرادي. أوه والله رائع، يا روعة الثنيان بصراحة، حارس خرافي، هذا مش للمنتخب السعودي الرديف بل هذا للمنتخب الأول، خذوه، هذا للمنتخب الأول خذوه، لكن لا تنسون أن تذكروا الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف الفريدي بطريقته، لكن طريقة الثريان أحلى، لكن طريقة الثريان أجمل، طلع الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية، ما شاء الله تبارك الله. الثريان اللي انضم إلى المنتخب الرديف، إلى المنتخب الوطني الرديف، بصراحة من هذه المباراة
إلى المنتخب الأول. ليس هناك أفضل من ذلك، ليس هناك أفضل من ذلك. لم أرى حارس في الدوري السعودي أفضل من هذه الإمكانات بصراحة. حارس متمكن، حارس بارع، فهد الثريان يقدم نفسه بكل قوة في هذا الموسم. في الجولة الأولى كان بارع جدا ولا يسأل على الأهداف الخمسة. في الجولة الثانية كان أفضل لاعب في مباراة التعاون بالجولة الثانية، ثم الآن بالجولة الثالثة. وماذا يفعل؟ وماذا يفعل فلورين؟ بلا شك أنه يقدم تحيات الخاصة والحارة لفهد الثريان. وللمعلومية هو فهد الثريان الوحيد، اللاعب الوحيد في أرضية الملعب هو ابن نادي التعاون. ضربة زاوية من يسار الثريان ملعوبة، ضربة الزاوية إلى منطقة الجزاء، إبعاد، والكرة ما زالت في صالح الهلال إلى صافرة مخالفة للتعاون. ضربة حرة مباشرة في خط الـ18، ضربة حرة مباشرة لمصلحة التعاون. الكرة الثابتة ملعوبة إلى وليد الرجاء، الرجاء تمريرة أخطأ فيها إلى عبد الله الزوري. يعني في كرة القدم المقولة الشهيرة أن حارس المرمى هو نصف الفريق، وهو كذلك بالنسبة للتعاون اليوم. فهد الثريان يثبت هذه المقولة في مباراة خاصة لفهد الثريان بصراحة. الفريدي من جرب الهلال قدم مباراة ممتازة، لكن فهد الثريان ايضا كان متميز في الذود عن مرمى التعاون، الى جانب القائم، الى جانب العارضه ايضا في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. القائم تصدى لكره محمد الشلهوب، والعارضه تصدت لكره يوب يمسو، وكره الى خارج ارض الملعب، رميه جانبيه. الهلال تقريبا الاقرب ان عيسى المحياني قد يحل بديلا من جانب نادي الهلال في اللحظات القادمه. إبعاد الكرة في دائرة الوسط إلى الجهة اليمين لصالح التعاون. بدر خميس حصل على الكرة، بدر خميس عدى وبعد ذلك لعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء. وصلت الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. عيسى المحياني إذن بالفعل راح يكون البديل القادم الآن من جانب مدرب الهلال السيد توماس دول. التغيير الأول اللي أجراه توماس دول كان لأجل الحفاظ على النتيجة، لكن التبديل الثاني الآن سوف يكون لأجل مضاعفة النتيجة. التبديل القادم الآن من توماس دول، كرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. إذا من يترك ملعب المباراة الآن؟ يوسف العرب. عيسى الحياني من كاد أن يغادر الهلال حتى اللحظة الأخيرة، حتى اللحظة الأخيرة كان قريب من مغادرة الهلال عيسى الحياني، لكنه يبقى في هذا الموسم. إذا العربي ترك مكانه لعيسى الحياني. كرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية في مصلحة التعاون. التعاون عنده تبديل أيضا قادم، تبديل ثالث وأخير سوف يكون للتعاون الآن. محمد الداهي البديل القادم. ناقل يعطي بطاقة صفراء لمحمد القري. إذا ضربة حرة مباشرة في وسط الملعب وبطاقة صفراء أيضا لمحمد القري.
تسديد ثالث وأخير من جرب التعاون. ميخين ميميلي الذي لأول مرة يلعب كأساسي. كرة اللعب في صالح التعاون إلى الجهة اليسرى. المنعطف الأخير من المباراة الآن 81 دقيقة، متبقي 9 دقائق على نهاية المواجهة، وما زالت المباراة بهدف نامي الوحيد. تمريرة ممتازة إلى الجهة اليسار لمحمد الشلهوب. الشلهوب يقترب من منطقة الجزاء، ولكن أقرب دفاع التعاون لكرة الشلهوب ثم واصل في وسط الملعب. التمريرة التعاونية الملعوبة إلى الأمام من حسين النجعي، كانت ملعوبة. أسامة هوساوي أخذ كرة ويحصل على مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. إذا أحمد الحربي يعترض على قرار حكم المباراة، هذه الإعادة بالبطيء، التدخل من بدر خميس والوقوع لأسامة هوساوي، وثم صافرة الحكم إلى إعطاء مخالفة ضربة حرة مباشرة. المخالفة ملعوبة إلى إبراهيم شراحيلي. قد يكون أداء الهلال في هذه المباراة هو الأفضل بين المباراتين الماضية، مواجهة الشباب وكذلك أفضل من مواجهة هجر حتى مع غياب إيمانه، لاعب الذي طبعا يعول عليه الهلاليين كثيرا في هذا الموسم، حتى رغم غيابه إلا أن هذه المباراة هي الأفضل بالنسبة للهلال من بين الجولات الثلاث، هذه الأفضل. والكرة لصالح التعاون الآن على الجهة اليمنى، مرور تقدم وصافرة من الفليط. صافرات كثيرة بصراحة، ومثل هذه الصافرات تقتل اللعب. الاتحاد الدولي غالبا يريد أن يكون الوضع في كرة القدم أسرع، أن يكون الإيقاع لكرة القدم أسرع، لكن حرص الحكام في بعض الأحيان يتسبب في كثرة الصافرات وكثرة التوقف. مثل الكرة الماضية كانت متحركة، إذا ما توقفت الكرة، إذا ما غادرت الملعب بعد ذلك، يفترض أن يكون الحديث موجود من الحكم مع الحكم الرابع. على كل حال يبدو أن الموضوع يختص بالمدرجات، الحكم يتكلم مع الحكم الرابع، والتوجيهات ذهبت إلى إدارة الملعب، وإدارة الملعب في حديث مع رجال الأمن بخصوص الموضوع. إذن الكرة بالجهة اليسار للتعاون إلى محمد نامي. نامي مرر الكرة على الجهة اليمين، انطلاقة لمصلحة الهلال، مقطوع الكرة من محمد نامي. حسين النجعي، تمريرة ممتازة، برافو من حسين، مرر كرة ممتازة لصالح التعاون، لكن أيضا المحاولات التعاونية حتى الآن لا تملك الجرأة. يعني بشوط المباراة الثاني التعاون أبدا غير واضح في منطقة جزاء الهلال، لكنه يتضح الآن مع هذه اللعبة. والكرة مقطوعة، كرة مقطوعة وصلت في صالح محمد الشلهوب إلى أحمد الفريدي. الفريدي بوسط الملعب، إلى الجهة اليمين، محمد الشلهوب للجهة اليسار في مصلحة الهلال. المحاولة موجودة عند محمد الشلهوب إلى محمد القرني. القرني في خط الارتكاز لحسام الحارثي، والحارثي تمكن من المرور الآن، مر الكرة إلى عيسى الحياني، عيسى الحياني إلى محمد الشلهوب، الشلهوب بعد إلى الجهة اليسرى، ومحاولة وصلت لفادي ثريان. طبعا ما دام الكرة وصلت إلى حارس المرمى فادي ثريان، جاء
جاني احد الزملاء يقول ان حارس الهلال خالد شراحيلي، وانت تقول ابراهيم. طبعا ابراهيم اللاعب اللي دائما موجود في هذا الملعب، ابراهيم شراحيلي لاعب نادي الرائد اللي دائما موجود في هذا الملعب، حتى خالد شراحيلي هو الاخر كان موجود بشكل كبير في هذا الملعب الى جانب الرائد في احد الفترات. لكن خلاص ولا تزعل، خالد شراحيلي وكلها اسماء واسماء طيبه ان شاء الله، وكره موجوده لصالح الهلال على الجهات اليسار الى خارج ارض الملعب لضربه مرمى. ونعم في إبراهيم ونعم في خالد، والاثنين عينين في راس، وكرة فيها ضربة مرمى عند فهد الثريان. فهد الثريان يلعب ضربة المرمى إلى وسط الملعب، عيسى المحياني، حمد الشلهوب إلى عيسى المحياني على الجهة اليسرى، محياني يأخذ كرة ممتازة، عيسى محاولة مرور ما زالت الكرة معه، يلعب الكرة إلى الجهات اليسار للهلال إلى محمد الشلهوب إلى أحمد الفريدي، الفريدي في تسديده حتى النيران الصديقة ما تمر، حتى النيران الصديقة ما تمر، الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف المحاولة مرة ثانية الساقطة، والمتابعة من فهد الثنيان إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. ركلة ركنية إذا موجودة لمصلحة الهلال. ضربة الزاوية على يسار فهد الثنيان. ضربة الزاوية ملعوبة من محمد الشلهوب بالرأس من الفريدي إلى فهد الثنيان. التعاون ابدا غير موجود في شوط المباراه الثاني، يعني الثنيان من حمل التعاون على عاتقه، الثنيان من تحمل مسؤوليته في مباراه هذا المساء. فلورين اين انت يا فلورين؟ فلورين يعني لم يقدم شيء بصراحه في شوط المباراه الثاني، لم تظهر بصماته على شوط المباراه الثاني في شوط يسمى وينادى بشوط المدربين. فلورين لم تكن له بصمه. اقول الكلام على اعتبار أنه يعني الهلال سيطر بشكل كامل على شوط المباراة الثاني، ولولا الله ثم تواجد فهد الثنيان ربما أكثر من هدف سجل الهلال. التعاون كان ضعيف جدا في هجومه بالشوط الثاني، ربما أيضا التعاون كان أفضل وضع في الشوط الأول منه في شوط المباراة الثاني. سلطان البيشي راح يكون البديل القادم الآن من جانب مدرب الهلال أحمد الفريدي، يغادر أرضية الملعب. تبديل ليتلقى على إثر الفريدي التحية على اعتبار أنه من قدم شوط ثاني خاص. أحمد الفريدي يترك أرضية الملعب، قدم مباراة كبيرة أحمد الفريدي. سلطان البيشي إذن يحل محل الآن. محمد الشلهوب ياخذ كره الى الخلف الى القرني، اخر دقيقه بشوط المباراه الثاني. يوب يونغ سو رجع بالكره الى سلطان البيشي، سلطان البيشي يجد زميله الشلهوب موجود، والشلهوب اعطى كره للامام ترجع لمحمد الشلهوب الى محمد رامي إلى تمريرة واصلة في صالح الهلال الآن، وحاول التسديد من الحارثي، تعجل الحارثي وصوب كرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند فهد الثنيان. خلاص عد التنازل الأخير الآن في شوط المباراة الثاني. الشوط الثاني من المباراة يقترب من النهاية، وأحمد الحربي لا يريد النهاية أن تكون بهذا الشكل، لا يريد للتعاون نهاية بهذه الصورة. الكرة موجودة إلى اليمين إلى محمد رامي، هوساوي أو سلطان البيشي طلع الكرة إلى الأمام إلى وليد الرجاء. ثلاث دقائق بدأ ضايع في تقدير الفنيط الحكم المباراة، ثلاث دقائق مقدر وقت بدأ ضايع، والكرة إلى الجهة اليمين لمصلحة التعاون الآن. التعاون يضغط في الدقائق الأخيرة، التعاون يريد العودة
للمباراة، يريد العودة إلى نتيجة التعادل في المباراة، والكرة ملعوبة سريعة طويلة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية مرت بعيدة على يوب يونغ سو، إلى رمية جانبية بالجهات اليمين. للتعاون الكرة من الجهات اليمنى، عرضية مقطوعة من دفاع الهلال. الهلال هو من يدافع الآن، وهو من عليه أن يدافع عن هدفه بعد أن دافع التعاون كثيرا في الشوط الثاني من المباراة، لكن الهلال هو الذي يعود للدفاع الآن عن هدفه الوحيد المسجل في هذه المباراة. ركلة ركنية لمصلحة التعاون، تابع ضربة الزاوية الملعوبة إلى منطقة الجزاء إلى صافرة، حكم المباراة فيها يعيد اللعبة من جديد لفريق التعاون. الحديث دائما من حكم المباراة مع المدافعين في ضربات الزاوية والركلة الركنية مرة ثانية في صالح التعاون. ضربة الزاوية ملعوبة إلى منطقة الجزاء، إلى إبعاد وسقوط، وقرار حكم المباراة يستمر اللعب، يستمر اللعب في كرة كونتراتاك مرتدة الآن لمصلحة الهلال على الجهات اليمين. يتقدم الحارثي، الحارثي ما زالت الكرة معه، أعطى الكرة لمحمد نامي، نامي وصل فيها للمحياني، واثنيان واثنيان دائما وأبدا خلف كل الكرات، فهد اثنيان دائما وأبدا، حتى فرصة عيسى المحياني لا تمر، حتى فرصة المحياني لا تمر، لكن الآن ننتظر الكرة اللي كان فيها وقوع في منطقة الجزاء، الكرة لصالح الهلال على الجهة اليسرى. يا سلام يا سلام، يعني ماذا سوف يقدم التعاونيون لاثنيان بعد نهاية المباراة؟ هذه كرة بدر خميس ما فيها ضربة جزاء تقريبا، لأن بدر خميس هو من اتجه لماجد المرشدي ومثل السقوط، ما فيها ضربة جزاء. يعني كنت للوهلة الأولى أشك في ضربة جزاء للتعاون، لكن الإعادة أوضحت أنه بدر خميس من بحث عن ضربة الجزاء، والكرة في الجهة اليسار، والحكم يوقف اللعب الآن. اللعب متوقف الآن، حديث ما بين الحكم المساعد مؤيد الصايغ وحكم المباراة سيد الفريطل، يبدو أنه في اتجاه لإشهار ورقة صفراء جديدة، إذن بطاقات كثيرة كانت بالمباراة، وورقة صفراء الآن على عبد الرزاق الحسين الذي لم يظهر بالمباراة. كرة في صالح الهلال معادة إلى الخلف، معها أيها السادات والسادة متابعين الكرام